عند دون كيخوتي مع روكي 3 أيام أيام بليالها، ولو قضى معه 3 عام ما ترك التأميه وتعجب من طريق حياته. هنا يصبحون، هناك يأكلون، ومرات يحربون دون معرفة من يحربون، ومرات أخيرة ينتظرون دون معرفة من ينتظرون. وكان كل شيء هو تجنيد جواسيس واستماع إلى حراس المراقبة ونفخ أوطار البنادق مع حملهم قليل منها، لأن جميع كانوا يستخدمون مسدسات الحجريات. روكي كان يقضي لياله مشتبا رجالا في أماكن ونواح تحول دون معرفتهم أين كان. الآن كل الجماعة التي بثم نائب ملك في برشلونة مقابل رأس كانت تجعله قلقة وجائفة، ولم يجروا على طفتة في أحد مترقبة خوفا من نفس رجاله، فقط يقتلون أو يصلحون العتالة. إنها الحياة يأكلات بائسة ومثيرة الأعصاب، وفي النهاية عبر طريق مهجورة وعبر سبل مستحيلة ومدكات خفيفة انطلق دون كيخوتي وسانشو مع 6 من رجال روكي، وصلوا إلى جادة المدينة في عاشية أعياد سنة خوان، وكان وقت ليلة. أحددا روكي كلا من دون كيخوتي وسانشو الذي استلم 10 دنانير موعودة والتي لم يسلموها لها حتى تلك الحدث، وتركمها روكي مع 1000 عرض كريم، وكان يأتم إنجازها من وقت آخر. عاد روكي وبقى دون كيخوتي في انتظار قدوم نهار هكذا فوق جواده، ولم يتأخر كثيرا لحدث صفور بالكونات الشرق عن وجه الفجر الأبيض ناشرا بهجة بين حجائج والأزهار، بدلا من نشرها بين المسامع. وإن كان أبهج تلك المسامع أيضا أو ألوان عديدة من موسيقى والطبول ورنين أجراس، رحبان رحبان أفصح الطريق أفصح الطريق. وفيما يبدو أن كان ذلك كان قادما من دروب المدينة، ومعه أفصح الفجر مكان الشمس التي هي وجهه أكبر يشبه عجلة. مد دون كيخوتي وسانشو نظروا في كل أتجاه، رأي البحر الذي لم يسبق لهما رؤيته قط. أكثر الساعة من بحيران رويدان التي شهدها في ورأي السفن التي كانت على شاطئ تفوق الخيام وتتكشف الملائكة بالبيارق المثلثة والأعلام مسدسون والتي أشبحت دوامة في الرياح. مقبلة مياه كان نسط السطح وبداخلها عن يرم صوت الأبواق والطبول والموسيقى تملأ الهواء القريب والبعيد في نبر الناعم وشبح العسكرة.
بدأت في التحركة وإحداث أسلوب من حدير مائج في المياء الهادئ، موفقة ذلك في استجابة له، وبنفس الطريقة فرسان لا يحصي عددهم يخرجون من المدينة على خيل الحسنات وبملابس مزهوة. جنود السفن كانوا يطلقون مدفعة لا نهاية سريان، وجابها جنود أسوار المدينة وقالها ومضت المدفعة الخالدة بالنفجارة معركة تفجير الرياح، فتعود لما جاوبتها مدفعة ترى أصواتها من بعد دخان المدفعية، وبدأ أن قال هذا مضى يأبث ووالده الذي مفاجأ بين كل الناس، ولم يستطيع سانشو تخيل عدد الأقدام تلك الأشباح التي تتحرك في البحر. وخلال هذا وصل الجرية في جنبات التحليل والصرخات، أولأ الفرسان دون الملابس الزاهية إلى حيث كانت دون كخوته مبحوطة في الأتحاش، وقال أحدهم التي تلك خطاب روكي بالصوت على دون كخوته: على الرحب والسعادة في مدينتنا. مرت الفرسان مشاء ومرائكبة ونجحمها وبوصلتها، وهذا قسم العظيم أنك كذلك. مرحى أقول بالهما دون كيخوته دان ماشئة، وخير الزائف وخير الخيالة وخير مصطنع، والذي أظهرتها لنا عادها الأيام بعد قصص المسيفة. إنما الحقيقة شرها الخالص الذي كتب لنا سيدي حمد بالإنجيلي زهرة الكتاب. لم يجب دون كيخوته بكلمة، ولم ينتظر الفرسان إجابتها، وإنما داروا وعادوا مع الآخرين الذين ينتبعونهم. نصنع كوكعة متقالبة من حولة. فالتفت إلى سانشو وقال: هو لك قد تعرفوا علينا جيدا، إننا أراهم أنهم قرأوا قصتنا، بل القصة الحديثة الطبعة التي كتبها المؤلف الأراجي. أسطار مرات الأخيرة فرسان الذي تكلم مع دون كيخوته وقال: فخامتكم أيها السيد دون كيخوته سأتى معهم. فكلنا ختم روكي غينارا وصدق وجمعوا. وعلى هذا أجاب دون كيخوته: إذا كنت الجمالة المحتبطة طولة المثلها أيها الفرسان، فإنما جميع أبناء روكي أكبر أو قريبة من نفس الدم وسلسلة أحملهم حيث شئت، فلن تكون لي أرادت خير إرادتكم، وكثير وأكثر فإرادة ملككم إن أردتم شغلها في خدمتكم. وكلما ليست أقل تحتيبهم، أجاب الفرسان ومتقالبا جميعا
حولهم على صوت المزامير والطبوق، صاروا مع نحو المدينة، تسللوا داخل كل حولاء البشر، ورفع أحدهم ذيل الحمار والآخر ذيل الرونيشي روثينانا، وحشروا في كل واحد من طابت حزمة من نبات شوكي ذا أسنان، أحسن الحيوانان المسكينان بحثهم محامز الجديدة، فمضي يضربان بديلهما ويعلو تبريمها. دون كيخوتي حيانا ومهانا حرى إلى ذيل الجواد الشرير، وسانشو إلى ذيل الحمار ليزنعها تسلو داخل سياحة من ألف الآخرين من أمثال. Capítulo 61. De lo que le sucedió a Don Quijote en la entrada de Barcelona, con otras cosas que tienen más de lo verdadero que de lo discreto. 3 días y 3 noches estuvo Don Quijote con Roque, y si estuviera 300 años, no le faltara que mirar y admirar el modo de su vida, aquí amanecían, acullá dormían. Unas veces huían, sin saber de quién, y otras esperaban, sin saber a quién. Dormían en pie, interrumpiendo el sueño, mudándose de un lugar a otro. Todo era poner espías, escuchar centinelas, soplar las cuerdas de los arcabuces, aunque traían pocos, porque todos les se servían de pedreñales. Roque pasaba las noches apartado de los suyos, en partes y lugares donde ellos no pudiesen saber dónde estaba, porque los muchos bandos que el visorrey de Barcelona había echado sobre su vida le traían inquieto y temeroso, y no cesaba fiar de ninguno, temiendo que los mismos suyos o le habían de matar o entregar a la justicia, vida por cierto miserable y enfadosa. En fin, por caminos desusados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Roque, Don Quijote y Sancho con otros 6 escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa a la víspera de San Juan, en la noche, y abrazando a Roque, a Don Quijote y a Sancho, a quien dio los 10 escudos prometidos, que hasta entonces no se los había dado. Los dejó con 1000 ofrecimientos que la de una a la otra parte se hiciera. Volvióse Roque quedándose Don Quijote esperando el día, así como caballo como estaba. Y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la aurora blanca, alegrando las hierbas y las flores en lugar de alegrar el oído, aunque al mismo instante alegraron también el oído el son de muchas chirimías y atabales, ruido de cascabeles. Trapa, trapa, aparta, aparta, de corredores, que, al parecer de la ciudad, salían. Dio lugar la aurora al sol, que con rostro mayor que el de una rodela, por el más bajo horizonte poco a poco se iba levantando. Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas partes. Vieron el mar hasta entonces de ellos no visto. Parecióles espaciosísimo y largo, harto más que de las lagunas de Ruidera que en la Mancha habían visto. Vieron las galeras que estaban en la playa, las cuales, abatiendo las tiendas, se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua. Dentro sonaban clarines, trompetas y chirimías, que cerca y lejos llenaban el aire de suaves y deliciosos aspectos. Comenzaron a moverse y a hacer un modo de escaramuza por las sosegadas aguas, correspondiéndoles casi del mismo modo los infinitos caballeros que de la ciudad sobre hermosos caballos y con vistosas libreras salían. Los soldados de las galeras disparaban infinita artillería, a quien respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad. Y la artillería, gruesa con espantoso estruendo, rompía los vientos, a quien respondían los cañones de crujía de las galeras. El mar alegre, la tierra fecunda, el aire claro, solo tal vez turbio del humo de la artillería, parece que iba infundiendo y generando su gusto súbito en todas las gentes. No podía imaginar Sancho cómo pudiesen tener tantos pies aquellos bultos por el mar que se movía. En esto llegaron corriendo con grita Lilies y Algarza los de las librerías a donde Don Quijote, suspenso y atónito, estaba. Y uno de ellos, que era el avisado de Roque, dijo en alta voz a Don Quijote: Bien se ha venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien se ha venido, digo el valeroso,
Don Quijote de la Mancha. No el falso, no el ficticio, no el apócrifo. En las falsas historias estos días nos han mostrado si el no verdadero, el legal y el fiel que nos describió Cinamete Benedelli, flor de las historiadoras. Nos respondió Don Quijote palabra, y los caballeros esperaron a que le respondiese, sino volviéndose y revolviéndose con los demás que lo seguían, comenzando a hacer un revuelto caracol alrededor de Don Quijote, el cual, volviéndose a Sancho, dijo: «Estos bien nos han conocido. Yo apostaré que han leído nuestra historia, y aún la del aragonés recién impresa». Volvió otra vez el caballero que habló con Don Quijote, y díjole a vuestra merced: «Señor Don Quijote, se venga con nosotros, que todos somos sus servidores y grandes amigos de Roque Guirnal». A lo que Don Quijote respondió: «Sí, cortesías engendraran cortesías. La vuestra, señor caballero, es hija o parienta muy cercana de las de Gran Roque. Llevadme, Don Quisieres, que yo no tendré otra voluntad que la vuestra, y si más la queréis ocupar en vuestro servicio». Con palabra no menos comedias que esta le respondió el caballero, encerrándole en todos los medios al sol de las chirimías y de los atabales. Se encaminaron con él en la ciudad, al entrar del cual el malo que todo lo malo ordena, y los muchachos que son más malos que el malo. Dos de ellos traviesos y atrevidos se entraron por toda la gente, y alzando a uno de la cola del vicio y el otro a la de Rocinante, expusieron y encajaron sendos manojos de aliagas. Sintieron los pobres animales las nuevas espuelas, y apretando las colas aumentaron su disgusto, de manera que, dando mil corcovos, dieron con sus dueños en tierra. Don Quijote, corrido y afrentado, acudió a quitar el plumaje de la cola de su monete. Y Sancho, el que de su juicio quisieran los que guiaban a Don Quijote castigar el atrevimiento de los muchachos. Y no fue posible, porque se encerraron entre más que otros mil que los seguían. Volvieron a subir Don Quijote y Sancho. Con el mismo aplauso y música llegaron a la casa de su hijo, que era grande y principal. En fin, como la del caballero rico, donde lo dejaremos por ahora, y que así lo quiere Cide Hamete.